أسماء الإسلام بيقول يا معشر الشباب، حديث شريف معروف، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إلى آخر الحديث. ولما جينا نتكلم في الباءة بتلاقي برضو الإسلام فصل، يعني أقلهن مؤنة أكثرهن بركة. ليه بقى رفض الزواج المبكر، أو ليه نقول له لأ طالما هو ما تحددش بسن معين؟ طيب خلينا نقول أولا أنه مش كل من استطاع أنه يدفع مهر مؤهل للزواج، فبالتالي الباءة هنا ممكن نفسرها في الزمن اللي احنا عايشين فيه بشكل أكبر من ده. أولا هو معاه فلوس دلوقتي، والله خير وبركة، أهلا وسهلا، بس هل هو هيقدر يجيب فلوس بشكل مستمر؟ هل هو عنده الرزانة الكافية أنه هو يستمر في عمل، أو أنه هو يجتهد في عمل، أو أنه هو يتحمل مسؤولية أسرة؟ غير كده، هل هو عنده القدرة والطاقة ان هو يتعلم علشان خاطر يكفي بيته في الزمن اللي احنا عايشين ده، سواء ماديا او معنويا او نفسيا؟ لانه الموضوع بيكون متشعب، وكل مدى بيكون ليه احتياجات اكبر. فهل كل واحد معاه فلوس اليومين دول يستطيع الباءة؟ هو ده السؤال اللي احنا محتاجين. يعني انت شايفه ان فكره الجواز المبكر مش مجرد انك يكون معاك فلوس وبس، بالظبط، شويه حاجات من مختلفه. طب فكره السن نفسه، معيار السن نفسه، ان انا بقول مثلا مش قبل 20 سنه. طيب دي نقطه القانون فسرها وفقا ل، يعني نقدر نقول ان هو النمو الجسدي والنمو الوجداني بتاع الراجل والست، ان هم مش هيعدوا مرحله المراهقه لحد 18 سنه، فبالتالي ما ينفعش نخضع منظومه الزواج اللي بيبنى عليها المجتمع على اهواء المراهقه. ده السبب اللي احنا قلنا بلاش منه قبل 18. انما لما نيجي نحط سن معين، فده اكيد هيكون ليه استثناءات. في اطفال بتنضج فكريا وتنضج وجدانيا قبل كده بكتير، وفي شباب ما بينضجوش لحد ما يتموا ال 40 سنه، وده لو نضجوا. يعني بنقول مفيش قاعده محدده. بالظبط. طيب.